كلنا طبعا عارفين ان اخواننا المصريين الاقباط بيحتفلوا بعيادهم اليومين دول، وكمان كلنا عارفين ان عيد شم النسيم بعد بكره ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يوم الاثنين. كل سنه والمصريين جميعا بخير وامان. عاوزين نستغل فرصه وجود الدكتور مصطفى فتح الله معانا ونتكلم شويه عن موضوع اعياد المصريين مسلمين واقباط وعن مشاركتهم الفرحه لبعضهم. في البدايه بنرحب بالدكتور مصطفى. ولا حضرتك كل سنه وانت طيب. حضرتك بالخير والصحه والسعاده. هو كل لحظه واحنا بنعيشها واحنا طيبين يا رب. هو الصحيح طبعا الفتوى اللي طلعت من زمان واحنا رفضناها ان احنا نهني اخواتنا الاقباط بعيادهم. نعم. ده طبعا الدين الاسلامي ما بيقولش كده بسمحته وبسطته. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسال الله تبارك وتعالى لكل المصريين في مصرنا الحبيبه ان يكون هناك الوئام وان يكون هناك الحب يا رب، لاننا بلد كان فينا المسيحيين والمسلمين مع بعض حينما دخل عمر بن العاص إلى مصر، وعاش المسلمون والمسيحيون مع بعض إلى وقتنا هذا. قدرنا مع بعضنا، حياتنا وأكلنا وشربنا مع بعضنا طبعا. وإحنا صغيرين كان جيراننا مسيحيين، كنت دايما وأنا طالع لغاية موصل لغاية شقتي في الدور الثالث ألاقي الدور الثاني اللي فيه ست مسيحية تجيب لي طبق رز بلبن وتديهولي عشان أديه لوالدتي. كل سنة وأنت طيب. معانا هند على التليفون. ألو يا هند. مساء الخير، ازي حضرتك؟ مساء الهنا يا قلبي. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وحضرتك طيبه يا رب. انت طيبه حبيبتي. موري، هو انا حلمت حلم من كام يوم، بس هو حلم صعب شويه. صعب. حلمت خير اللهم جعله خير ان انا كنت راكبه ميكروباص تمام، ونزلت منه وقابلت ولد كان عاوز يشتري قميص تمام. كان عايز يشتري قميص؟ اه كان عايز يشتري قميص، فهو كان عايزني انا اللي انا ايه معاه يعني. نعم. تمام. فالمهم انا وهو مشينا في طريق، وهو قاعد يفرجني على جيب كتير، مش فانا كنت مستغربه جدا ان هو ازاي هيشتري جيبه. تمام. تمام. الشخص ده بالفعل موجود يعني، حضرتك تعرفيه او في علاقه بينكم؟ لا معرفوش. تمام اتفضلي. وبعد كده احنا الاثنين دخلنا الطرق تمام. وكان في مقبره كانت مفتوحه، يعني كان فيها واحده كانها لسه مدفونه وفي ميه على الارض. تمام. يعني والدنيا منوره، انا ما شفتش اي جثث او اي حاجه، هي بس المقبره مفتوحه والدنيا منوره، وهو قعد ينده عليها، فانا قلت له يعني ما تندهش عليه وما تزعجهمش. وخرجنا من الطرق وانا عيني وقعت مني، كانت عيني وجعاني ووقعت مني. الحمد ولقيت بعد كده انا ركبتها تاني تمام. تمام. ولقيت قفل، والقفل ده كان مقفول وكان فيه مفاتيح كتير، فانا حاولت امسك كل المفاتيح عشان افتح القفل، وبعد كده صحيت. نعم الحمد لله رب العالمين. ابنتي اولا اللهم صل على سيدنا محمد. انت معايا عشان اسالك سؤال؟ اوكي انا معاك. طيب اهلا وسهلا بيك. طيب هو مبدئيا الله تبارك وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. حضرتك من النوع الطيب قوي اللي كل ما بيكون معاكي سر كل الناس لازم تعرفه، صح كده؟ ما بتحافظيش على أسرارك، وده سبب المقابر المفتوحة قدامك، لأن الإنسان لما يكون في مقبرة دائما هي مقبرة الأسرار، فحينما تكون وضح النهار فهي إنسانة بسيطة واضحة للناس كلها. تمام. تمام. أما هذا الشخص اللي شايفها في المركبة بتاعتها وهي ماشية، فده يتعلق بارتباطها، إن هناك من كان ينوي الارتباط بها أو إن في علاقة ارتباط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا ييسر لها أمرها بإذن الله تبارك وتعالى. وطب والعين اللي وقعت منها؟ دي العين اللي وقعت منها دي حاجة غالية قوي، بس الحمد لله ربنا هيردها عليها تاني إن شاء الله. معنا سلوى من اسكندرية. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام يا سلوى. أنا سعيدة إني سمعتك وشفتك. أنا حبيب. سعيدة 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 والله. يا ربي يخليك يا سلوى. قولي لي اسكندرية. كل سنة وأنتم طيبين حبيبة قلبي. بمناسبة الأيام رجبتيك، ربنا يرضى طيب. عليكم بخير يا رب على الشيخ مصطفى كده، ودايماً متألقة ومنورة الشاشة كده. يا ربي يخليك يا سلوى. فرحانة والله بكلمك حبيبة قلبي. ربنا يفرح قلبك دايماً يا رب. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب. اللهم آمين. مصطفى ربنا يديك الصحة والعافية يا فندم. ربنا يسعد أيامك. قولي لي الجو في اسكندرية عامل إيه يا سلوى؟ جميل جميل. ما تغزنيش بقى. جميل وعايزك
بنتي. ايوه طبعا في شمال. انا جايه لك. جميل جميل اسكندريه جميله ناسها. اسكندريه ماريا. والله طبعا يا بنتي كل سنه وانتم طيبين. وانت طيبه يا قلبي. يا رب يسعدك. احنا مش عايزين بعد شم النسيم الناس اللي بتنزل على شط اسكندريه نلاقي حفر كده وجوه الحفر بواقي الفسيخ والسردين والرنجة والحاجات دي كلها. لا اهالي اسكندريه فل. فاحنا كده. لا يا دكتور مصطفى انا اعترض. لا ما بيعملوش كده اهالي اسكندريه. دول فله. اسكندريه جميله قوي. الله يبارك فيك ويعزك. والله وانتم جمال وربنا يديكم الصحه والعافيه. يا رب يا فندم. عزكم الله. شيخ مصطفى بالله عليك. انا عندي انا حلمت ان انا كنت لابسه لبست دبله تمام كده. نعم. وصحيت مفجوعه يعني. قبليها طبعا كذا مره احلم الا انا تعبان لدعني في دماغي. دايما بحلم بتعبين بأسانسير انا راكبه فوق وبنزل بيه مره واحده. تماسيح بحر دايما عالي وانزل تحت. نعم. تعبين وانا لما اولادي حوالين مني وبضغط عند والدتي الله يرحمها بيت والدتي طالعني من الصاله بره حفر 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 كده سلامك يا رب رحيم. وعندي ابني لسه امبارح بيحكي لي بيقول لي يا ماما انا حلمت الا انا تعبان لا دعني من دماغي وامن ان هم مفزوع طلع يجري على الشارع. تمام كده؟ فمش عارفه حضرتك الموضوع ده. استاذه سلوى انا عايز بس اقول لحضرتك ان طبيعه حضرتك كانسان يعني ربنا يبارك فيك ويعزك انك الله. دائما ما تحملي شكوى الاخرين وهموم الناس. ده صحيح؟ فعلا صح. ومصادر فعلاً كتير صح. جدا اتصالات الناس بيكي علشان يعرفوا او يعرفوكي اسرارهم علشان تديهم الشيء اللي دايما يكون في صالحهم. النصيحه يعني. او النصيحه ده صحيح؟ وهو ده وهو ده سبب لدغات الثعابين والهموم لانك شايله هموم الناس اكثر من همك. واسال الله ان يفرق كرب ولدك ان شاء الله وان تنعمي بهذا الخير. الله يقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها. طب والحفر اللي بتلاقيها ما هي دي بقى يعني كل حياه الناس اللي هي شغله نفسها بيه. فلست عليهم بمسيطر. ربنا قال كده وقال لحضره النبي انك لا تهدي من احببت والله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فأنا عايزك تبلغي لكن ما تشيليش هم الناس على طول على طول عشان أولادك محتاجين لأن في ولد اتقرص. فأسأل الله أن ييسر لك الأمر. معنا هدير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا هدير كل سنة وانت طيبة. حضرتك طيبة ربنا يخليكي. أنا في حلم يا بنت عمي حلمته حلمت إن أخوها بيقول إن هو قابل شيخ كويس قوي بيقول ان انا معمول لي عمل بالربط ومدفون في المقابر. والشيخ ده بيقول بيقول لي لابن عمي بيقول له خليها تقرا سوره الواقعه والحاقه وتقدر تقراهم لحد ما تقرب تحفظهم وبعد ما تحفظهم تكتبهم في ورقه بيضة وتبدا تدفنهم يعني تدفن الورقتين دول. وبعد كده وقال له ان العمل اللي عملت لي العمل ده واحدة جارتنا كانت معانا في الشقة القديمة. تمام. يعني احنا نقلنا من كذا شقة والشقة أول شقة خالص اللي عمل لي العمل ده من الشقة الأولانية خالص. الربط دوت ألا يتم الزواج أصلا. مش كده؟ هي بنت عمي قالت لي إن هي كانت اللي أنا ما كنتش في بالها يعني صلت الفجر ونامت وحلمت بده يعني. اسمحي لي أقول لحضرتك أنتِ مش ملتزمة في الصلاة. لا والله ملتزمة. لا ما بتصليش الفجر. لا بصلي الفجر والله. لا 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 في حاجه انت موقعه فيها في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. تمام والله انا بصلي الفجر وبقرا القران حتى سوره الملك بحاول الحمد لله عليها يعني. كون ان حد بيجي بيقول لك ان في سحر ليكي بالربط وكذا 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 ودخلك في سوره الواقعه ففي رزق مقطوع لان سوره الواقعه خاصه بايه؟ بالرزق وزياده الرزق. تمام؟ فهناك امر من الامور المتعلقه بك في الطاعات انت ممكن تكوني مش تكوني مقصره فيها. اما ان حد يقول لك عندك سحر واقراي كذا وكذا 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 هذه الامور لا تستقيم مع من يقيم الليل او يصلي الفجر او كذا او كذا. تمام؟ فانا يعني في امور دائما ممكن ان انا اقولها وفي حاجات تانية انا في حاجات ما تظهرش. تمام؟ ففي امر اسال الله سبحانه وتعالى ان ربنا باذن الله يرزقك يا بنتي الخير وان شاء الله ندعي لك ان ربنا يرزقك وتتزوجي. معانا ناديه. الو الو ايوه الو ايوه الو
عملت مساء الخير. مساء الهنا يا نادية. اسكندرية برضه على فكرة. يا والله الريحة جيالي، ريحة اليود بتاع البحر والجمال والحلاوة. كان تحفة بالليل، اتمشيت على البحر. ما تضايقنيش يا نادية. اه لا لا امبارح كان تحفه وكان هوا كان جميل جدا. النهارده بقى وكلتي دوره وبتاع، وكلتي دوره وترمس هناك يعني. ناديه انا عامله دايت، ما باكلش بقى حاجه وانا ماشيه، انا عايزه اتمشى عشان اخس. بس بوظي بوظي بقى مع الرنجه والفسيخ، بوظي اليوم ده ما يجراش حاجه. لا لا لا, لا طبعا هبوظ بيهم يوم الاثنين طبعا. طبعا طبعا. اقمري يا حبيبتي. انت بصي انت بجد عسل ودمك شربات بجد، وبموت فيكي. يا رب يكرمك، يا رب يا رب يكرمك. ربنا يخليك يا حبيبتي. بصي انا عايزه بقى اسال اتفضلي على ان انا حلمت من يومين كده ان في عندي فار في البلكونه. انا اولا بخاف من الفيران، يعني اشوف اسد وما اشوفش فار، فلقيته فار صغير ويعني وبيجري كده جنبي وبيطلع من على شيش البلكونه اللي انا داخلها. كنت داخله عشان انشر عشان اجيب غسيل، المهم ان فانا قعدت اخبطه بحاجه بمقشه بحاجه كده يعني علشان ما يدخلش، او انا يعني عايزه ابعده. قمت داخله بسرعه وقافله باب الباب بتاع الشيش بسرعه بتاع البلكونه عشان هو ما يدخلش ورايا جوه. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى، ابني حلمت دي ان هو بيديني 100 فلوس، فكان هيديني، هو عارف ان هو بيديني 100 بس انا مسكتهم لقيتهم 150، فقلت طيب انا بقى ال 50 دي، هو عارف انه مديني 100، انا ال 50 دي بقى هشيلها على جنب ومش هقول له عليها نصب يعني. وشكرا. استاذه سلوى، الفتره اللي حضرتك فيها اليومين دول استاذتنا معايا حضرتك؟ ايوه. الفترة اللي حضرتك فيها، اللي حضرتك بتتكلم فيها دي، في كمية صرف فلوس كتيرة قوي في البيت بتتم؟ في صرف فلوس كتيرة وفي زنقة. وفي زنقة جامدة. كلنا بنصرف كل لا يوم. لا يا فندم، لا لا لا، وكلنا بنصرف بس ما نشوفش الفيران بتتنطط في البيت. والفار ده يعني؟ طبعا، ما هو الفقر دايما بيكون يعني جاي من كلمة الفقر أو قلة الرزق. لأنه يتعلق بحسد الحاسدين. مفيش حد بيقل رزقه بالحسد، ولكن كثرة الحسد وكثرة العين ممكن تزيد الإنسان فقرا وضيقا فلا يسعى للعمل أو للرزق فبيقل رزقه. تمام؟ فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يوسع عليها ويكرمها إن شاء الله. معنا منى. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مدام هالي؟ ازيك يا منى، عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة. ممكن أقول حلم؟ طبعا، اتفضلي يا منى. حضرتك انا حلمت ان التعبان ملفوف على رجل جوزي. نعم. وهو واقف ومش بيتحرك، وعمال اقول له حاسب حاسب وهو مش بيتحرك وفلدغه. وبعدين بس عمال ادور على دكتور ولا كده يعالجه، مش لاقي. وست مفزوعه من الاهل. خيرا ان شاء الله. بنتنا هناك تقصير يختص بأرحام أو تقصير مع الله في الصلاة والالتزام؟ لا الحمد لله، الحمد لله في الأرحام وفي وفي الصلاة؟ لا الحمد لله، الحمد لله، فضل من الله ونعم. ولكن هناك أمر يؤرقك في كرب شديد أنت بتمر به الفترة دي؟ لا ما فيش أي حاجة. يعني أنت فجأة بتجد التعبان ملفوف حوالين جسمك أو رجليك بدون أي شيء؟ يعني بدون نكد أو أي حاجة؟ لا مفيش أي. طيب، أسأل الله لك سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأمر، لأن هناك ما يشغل بالك في أمر معين. أنت بتطلبي أمنية من ربنا، سمعاني، ولكن هذه الأمنية لم تتحقق حتى الآن، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لك الأمر يا ابنتي إن شاء يا الله يا رب. إن شاء الله. في تاني يا أستاذ مجد؟ طيب دلوقتي احنا عايزين نسأل الدكتور مصطفى عن انه هو شم النسيم ده يعني والطقوس بتاعته والحاجات دي. نعم. عادات فرعونيه قديمه. نعم، هي من ايام الفراعنه بالفعل. بالاقباط بس ولا بالمسلمين والاقباط؟ انا عايز اقول ان يعني الاسلام دخل مصر وكان هناك اقباط في مصر. تمام. ايوه، لكن العيد ده، لكن هذا العيد هذا العيد احتفل به الاقباط قبل ان يحتفل معهم المسلمون. واحنا جينا لقينا في احتفالات بالظبط، وكان معها. هذه الاحتفالات خاصه بمين؟
بالفرعنة، لأن إحنا أيام الفرعنة عرفنا التحنيط وعرفنا الفسيخ بيتعمل إزاي. العادات دي كلها جاية من الفرعنة، يعني على المعابد معلوم التحنيط وحفظ الطعام وإزاي الفسيخ بيتعمل والحاجات دي كلها. طيب معنا وسام. ألو سامع. حسام أنا أسفة. حسام صباح الفل، كل سنة حضرتك طيب يا رب. وانت طيبة يا فندم، ربنا يا رب يكمل أفراحنا على خير. يا رب يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. أؤمر يا أستاذ حسام. الأمر لله. أنا كانت صالي بخصوص فقرة تفسير الأحلام، وتحياتي طبعا لأسرة البرنامج ولحضرتك وللضيف الكريم اللي موجود معاكي. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك يا فندم. أنا عندي بس حاجة كده في أحلامي، دايما متعود كل لما أحلم حلم في حاجة كويسة في خير يعني ليا، وبشوف نفسي فيه بيتحقق بس مع حد تاني. نعم تمام. فانا ده الموضوع ده قعد فتره كبيره جدا معايا يمكن لحد دلوقتي. يعني تتمنى ترى في المنام ان هناك من يعني واحد هينجح فتجد حد تاني نجح. لا هو بيحلم ان هو نجح. انا هو حاجه خاصه بيك انت فتجد ان الخير لحد تاني. انا قلت في الاول يعني كلمت ناس اصدقائي كده فقالوا لي لا دي حاجات مرتبطه بتردد في العقل وكهرباء ومش عارف حاجات زي كده، التفسير اللي هو اللي بقى الشائع في الشارع يعني. نعم. لحد ما جت في فتره كده، يعني انا ليا في التمثيل شويه، فجت في فتره فحلمت ان انا باخد جايزه عن دور. بتاخد ايه حضرتك؟ جايزه عن دور عمل. نعم. جايزه عن دور في التمثيل. ايوه. فشايف سمير العليم ان انا اعمل الدور ده في الرواية دي تحديدا، وفي ختام المهرجان أروح ختام المهرجان عشان نستني جايزة ليا، فيطلع حد بنفس التفاصيل اللي أنا حلمت بيها يتحقق معاه الحلم. فقلت لا خلاص بقى، أنا يعني قعدت فترة بتاع يومين ثلاثة ما بنامش، خلاص بقى مش هحلم. وتخيلت يعني استغفر الله العظيم يا رب إن أقدار الناس متوقفة على أحلامنا. نعم نعم نعم. تمام. نعم. فاللي حصل ان الدنيا استمرت عادي، مش حاجه حصلت. نعم. وحشه لاي حد. نعم. بعد كده الموضوع اتبدل، بقت احلم الحاجه السيئه، الحاجه الكويسه تحصل لناس تانية نفس الموضوع، انما الحاجات السيئه بتحصل لنا بخلاف ان الموضوع تطور معايا شويه. بقيت وانا مروح، انا اسف لو الموضوع هيبقى فيه سخريه ولا حاجه، بقيت وانا مروح يبقى فيه كلاب كتير جدا بتستنانا على اول الشارع، توصلني لحد البيت وانا نازل اصلي الفجر يوصلوني لحد المسجد ويرجعوا. الكلام ده حقيقه فعلا. نعم. بس اسال الله تبارك وتعالى ان ييسر لك كل امرك استاذ حسام. يا رب. اود اولا اقول لك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل يوم كان يصلي الفجر اللي هي صلاه الصبح، وبعد ان ينتهي من صلاه الفجر كان يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه ويقول له: من منكم راى الليله رؤيا؟ ليفسرها له. تمام. فهناك من الصحابة من كان يرى أنه يركب سفينة فيقول له النبي مصداقا لقول الله تعالى: فأنجيناه وأصحاب السفينة. دي مبدئيا الرؤية اللي انت بتشوفها هي رؤية صدق. تمام. انت مش مصاب بأي حاجة ولا حد بيوديك ولا يجيبك، لا 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 أبدا، هو يرى ورؤيته صدق. الرؤى ممكن أنا أشوف للحاجة هالة فاخر رؤية منامية وما تكونش خاصة بها هي، تكون خاصة بابنها أو خاصة ببنتها أو خاصة بحد تاني. تمام. الرؤية ليس لشخص لحاله. تمام. فهو الأخ دائما ما يرى أنه في هذا الشيء مثلا بياخد جايزة ويفاجأ أن حد تاني خد الجايزة ديت، هو رآها لهذا الشخص. طب ده يبقى بتفسيرها إيه؟ تفسير أنه هو ربنا فاتح عليه في أمر معين أنه يرى الخير، فإذا رأى الخير على حد تاني فعليه أن يفرح، لا يعتقد أنه هو مريض. طب إيه الكلاب اللي بتوصله لما بيصلي الفجر؟ ده في المنام بتاعه. لا ده في الحقيقة. في الحقيقة يرى أن في كلاب في الشارع بتوصله. طبيعي أنه التوصيل أو المكان لغاية لو حد نزل في بالليل علشان ربنا يكرمه مثلا ويروح يصلي الفجر، أحيانا كتير ممكن يلاقي كلاب ماشيين حوالين منه أو يشوف كذا كذا كذا. تمام. ده لا يقلل منه هو في إيمانه بالله سبحانه وتعالى، أو إن هذا الأمر بيقول لحضرتك. نعم. إنه بطل ينام لمدة يومين عشان مش عايز يحلم. بالضبط. ما يعني طبيعي فزيع. ما دخلت معاه التفسير. الناس اللي بدأت تفسر له بقى. ما هو ده اللي أنا بتكلم فيه، أن هناك فرق بين تفسير الرؤية
بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإننا أفسر الرؤية بحاجات غير عادية. فهو قعد مع ناس بدأت تتكلم معاه بتفسر بتألف، بس ده شيء طبيعي بقى. يعني انه حد يحلم بالخير للناس طبعاً التانية طبعاً ده طبعاً ده شيء جميل، هو يجد يعني لنفسه، بس لا يعلم ان احنا لما بنشوف الرؤية ممكن نشوف الحد تاني ان شاء الله. تمام، زي اللي شاف مكتوب على باب الجنة قصر ابو جهل من الصحابة، ولكن عندما استيقظ علم ان عبد الله بن ابي جهل دخل الاسلام ومكتوب على باب الجنة قصر باسم مين؟ عبد الله بن أبي جهل. تمام؟ تمام، فكانت الرؤية ليست لأبي جهل الذي دخل النار، ولكن لولده الذي دخل الإسلام. طيب دوتي، احنا عايزين النهاردة ندعي لجميع المصريين مسلمين وأقباط. وأنا عايز أبعت تحية جدا لأصحابي وحبايبي وإخواتي المسيحيين، وعايز أهني الأستاذ ماجد كدواني على الفيلم اللي عمله، أنت رائع رائع، عبقري تمثيل. تفضل. تمام، اولا واخيرا يعني هي التهنئه لينا كلنا، لبلدنا كلنا، اللي اسال الله تبارك وتعالى ان تكون خزائن الارض، لانها ذكرت في القران بانها خزائن الارض. فيها ناس كويسين، فيها ينابيع لكل شيء، فيها كل خير. بس انا عايز الناس تخاف على مصر، تخاف على مصر اكتر، يبقى عندهم انتماء للبلد اكتر. اسال الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظه وفي هذا اليوم الطيب المبارك، لأن بعد أيام هنكون ليلة الإسراء والمعراج، أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي الطيبة أن يرزقنا الأمن والأمان في بلادنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك العفو والعافية يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم بارك لنا في مصرنا، إنها التي ذكرتها يا رب في القرآن، وذكر حبيبك المصطفى أهلها بالإيمان. نسألك يا رب العالمين أن تجعلنا نسيجا واحدا نجتمع فيه على خير. أسألك يا ربنا أن تؤمننا في أوطاننا، اللهم إنا نسألك أن تهدنا وتهدي بنا وتجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. نسألك اللهم يا ربنا حسن التأويل، نسألك يا ربنا حسن التأويل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشفي مرضانا وارحم موتانا، اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل غال يا رب دخل في التراب، دخل في القبور، أنت يا ربي وليه، نزل عليك ضيفا، نسألك اللهم أن تغفر له وترحمه. اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. يا رب سد عنا ديوننا، اقضي يا رب عنا ديوننا، فرج يا رب كروبنا، فرج يا رب كروبنا، اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، نجح يا رب أبناءنا وأبناء المسلمين. يا رب نجحنا جميعا في بلدنا مصر. يا رب نسألك يا أكرم الأكرمين، في أيام تقترب فيها ليلة الإسراء والمعراج، ويقترب فيها شهر رمضان، أن تؤمننا في أوطاننا، وأن تبارك لنا في مصرنا، وأن تجعل يا رب بلادنا سخاء رخاء وبلاد المسلمين أجمعين. آمين 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 آمين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله، آواكم الله، وصلى الله على سيدنا محمد. شكرا جدا 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 يا دكتور مصطفى، وكل سنة وحضرتك طيب. يا رب يسعد أيامكم جميعا يا رب العالمين، ونهني مصر دايما بكل الخيرات اللي هي فيها يا رب. آمين. ودلوقتي بعد ما خلصنا الفقرة بتاعت الدكتور مصطفى، نروح للفقرة مساعدة الغير.